ما تجمد بقى يا عم سيف في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابيه كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. ايوه. خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح. شبيه الريح. يا عم سيف. ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب امي الغاليه. اصيل. ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكه مصر. لا وحياه خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتني اعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي، وده مصير كل خاين. انت روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطقم. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. اجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في المايه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراك. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2. في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابه، عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديتوا 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف، وريني الجرح كده.